السلام عليكم خاوتي، جيسبر تكونوا ملاح، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. اليوم جيتكم سبيسيالمون افيك اون اوتر فيديو اللي فيها ليمونيتي اني لو بروميير كور تاع ايمونولوجي. مي افون دو كومونسي نوريلكم لو بروغرام. شوفوا عندنا ايمونولوجي فيها 6 شابتر. الشابتر اللي يشكو منه بزاف هو هذا الاول. ابري يقول لك لي زوتر بزاف ساهلين. مي كرويي موا كو كاع هادوما ساهلين وراح تفهموهم تري تري بيان ان شاء الله. مي حبيت نقول لكم ثاني حاجه، سي كو افون دو كومونسي هاد لو كور لازم تروحوا تشوفوا لو تي دي نيميرو 1. راني حطاتو فلاشان، روحوا حوسوا عليه باسكو هذاك فيه لي نوسيون تاع لا باز لازم تعرفوهم افون دو كومونسي لو كور. Et pour les gens qui ont vu la première vidéo, on peut نبداو كيف كيف. Bon, قال لك الاسم تاعنا محمي من طرف تلتع فالس. الجسم تاعنا محمي من طرف des composants cellulaires, معناتها des cellules, des molécules secrétées, soit يكونوا liquides, soit يكونوا ماشي liquides. L'essentiel, les molécules يفرزهم le corps. Les barrières anatomiques, les huma, hadouk li qrina fi le bac, hadik le chfartin, le loub, hachakom, wach tani, l'araq hachakom aussi, genre had l'afayis, les barrières anatomiques. Donc on va détailler fi had les trucs. Alors on va commencer avec les composants cellulaires, al-khalaya, allati tadkhul fi المناعه ليمونيتي اني جي بريسيزي اني يعني نون سبيسيفيك لا نوعيه. الوغ عندك لي فاغوسيت، لي فاغوسيت لي يديروا البلعامه. عندك لي بولي نيكليير نوتروفيل قريناها في تي دي 1، لي سيلول دوندريتيك اي لي ماكروفاج. تما عندنا 3 سيلول يقدروا يديروا لنا لا فاغوسيت لا فاغوسيتوز، لي هما لي ماكروفاج، les cellules dendritiques et les polynucléaires neutrophiles. Les polynucléaires basophiles, les polynucléaires éosinophiles et les mastocytes. هادوما يدخلوا في المناعه النوعيه ولكن عندهم دور واحد اخر ماشي لا فاغوسيت مي دور واحد اخر. aussi les cellules NK عندهم دور واحد اخر في المناعه النوعيه هذا ماك. وعندك لي فاكتور هيمورو سولوبل يعني لي موليكول سيكريتي المفرزه من طرف الجسم وتكون سائله كيما لو سيستيم دو كومبليمون اي دوتغ بروتيين بلازماتيك. هادوما ابري ما نافونسي في لي كور اي تو حتفهمو بيان واش معناتها. دونك لا ديفيرونس اونتر ليمونيتي اني اي ليمونيتي ادابتاتيف، المناعه النوعيه ولا نوعية. الوغ ليمونيتي اني معناتها لا نوعية و ادابتاتيف معناتها نوعية. الوغ اني تكون ايميديات و ادابتاتيف تكون تاخد بليزيور جور. علاه؟ هاو جانا اونتيجين باغ اكزومبل بكتيري دخلت لي في يدي منايا باغ زعما قصت روحي بحطبة ياك، هاديك حطبة فيها لي بكتيري دخلوا تحت الجلد تاعي دخلوا الأدامة. أيا واش راح يصرى؟ راح يصرى التفاعل الالتهابي، راح ديريكتومون في هذيك دقيقة يدي تتنفخ تولي حمراء تحرقني، اللي هي التفاعل الالتهابي. باغ كونطخ لادابتاتيف راح ياخد بليزيوغ جوغ، جوغ يطول قسمة يتعرف على الانتيجان، قسمة يتكاثروا الخلايا، قسمة يفرز أجسام مضادة، دونك بزاف يطول بزاف. Peu spécifique de l'antigène. C'est-à-dire, quelle que soit la bactérie qui est entrée, même si elle est une autre, le corps va réagir de la même façon, va fraiser les mêmes cellules pour qu'il puisse aller à la bactérie, va faire un réflexe d'intégration le même, genre il va être noir, il va être froid et il va être chaud à la place de l'infection. Par contre, c'est spécifique de l'antigène.
جوغ على حساب البكتيري اللي دخلت لي راح كيف راح يستجيب لو كور تاعي. هذا ما كان با دو ميموار ميموار ايمونيتير، يعني كان استجابة أولية وثانوية. با دو ميموار اكو عارفينها، شغل كي تدخل لا بكتيري تدخل لي خطرة تعاود تدخل نفس لا بكتيري خطرة واحدة أخرى، حتاخد نفس الوقت باش يصرى باش تتيليمينا، وحيصراو نفس الأعراض وكلش كيف كيف في سنة جديدة. باغ كونطخ لا ميموار ايمونيتير هادي يعتمد لها خاصية، سي كو لا بروميير فوا كي تدخل حطول الحالة و فغيمون يطولو باش يخرجو الأجسام المضادة، مي كي تدخل لا باكتيري دوزيام فوا لتما راح تكون استجابة سريعة وفعالة ضد البكتيريا. هادو هما لي بلوز امبورطون، و اون بلوس عندكم الخلايا اللي يشاركوا في الاستجابه المناعيه اللانوية اني، هما قاعيتك الخلايا اللي ذكرتهم لكم هنايا تاع لو كور قاعيتك، و بلوس نكتبوا لها للبروف نكتبوا لها با دانترفونسيون دو ال بي اي ال تي، ما يدخلوش فيها ال بي و ال تي. وهنايا واش نكتبوا؟ نكتبوا يدخلوا فيها ال بي ال تي اي لي سي بي ار. لي سي بي ار درتهم لكم ديجا في لو تي دي 1. لي سي بي ار هما العريضات. هذا ما كان، هادو هما جوست اكسبليكاسيون بلو ديتاي، مي اللي شرحتهم لكم هما لي بلوز امبورطون، مي مليح وكان تحفظوهم وتكتبوهم لها البروف. الوغ درنا لي كومبوزون سيلولير، درنا لي فاكتور هادوك لي موليكول سيكريتي، دوكا نديرو لي باريير اناتوميك مقسومين لثلاثه، لي باريير فيزيكو ميكانيك، لي باريير كيميك، اي لي باريير بيولوجيك. هاد لو تابلو ما يستحقش باش نشرحه لكم باسكو حفظته، تحفظوا هكا ديمو واش تحقوا ا بو بري هكا، ماشي كومبلي لو تابلو بزاف طويل، مي بون شغل حبيت نفهمكم بلي لي باريير اناتوميك هما العفايس اللي يحمو لو كور تاعنا من دخول البكتيريا الى الداخل، شغل يخل ما يخلوش لا بكتيريا تدخل لنا حتى للدم، يسيو كيفاه يمنعوها. واذا فاتت هذيك لا بكتيريا اخترقتهم راح تولي عندنا حاجه وحده اخرى توتالمون. Alors, Hadia, il faut t'apprendre la différence entre la reconnaissance et la réponse. Hadia, fada, ma عندي ما فهمكم فيها. Alors, دوكا راح نقراو كيفاه تاكتيفا l'immunité innée و هي le truc le plus important. كيفاه تبدا l'immunité innée؟ حاجة الأولى تكون عندنا une bactérie دخلت للكور تاعنا اللي هي هادية. واش عندنا لي سيلول ريزيدونت دون لو تيسو؟ وشنو هم لي سيلول ريزيدونت دون لو تيسو؟ معناتها لي ما يكونوش في الدم، لي يكونوا في الانسجه، لي هما عندك لي ماكروفاج راهم كاع في تي دي ان، هادوما ماكروفاج، عندك لي سيلول دوندريتيك، عندك اوسي لي ماستوسيت، لي ماستوسيت، يعني هاد لي 3 سيلول هما يكونوا ريزيدون في الانسجه، يكونوا يدوروا في الانسجه عادي، تجي بكتيريا، هاد البكتيريا عندها دي ريسيبتور في لا مومبران تاعها واسمهم نعيطو لهم بومب. هاد البومب يكونوا سوا يكونوا ليبوبوليب ساكاريد لو تيب تاعهم، كاين بزاف انواع، سواء يكونوا على شكل مانوز، سواء يكونوا على شكل جور بيبتيدو غلوكان، يقدروا يكونوا باشكال مختلفه. جي وحده من هاد الثلاثه تتعرف على لا بكتيري من خلال لي ريسيبتور تاعها بي ار ار. دونك بي ار ار تتبلاصا في بومب، يفيق الجهاز المناعي باللي كاين حاجه ماشي نورمال، ويبدا يبعث دي سينيو داكتيفاسيون باش يتاكتيفاو لي سيلول اللي راهم في الدم
باش تبدا لوميونيتي اني. فوالا هايليك هذا واش تحقو هادي ما كلا. فوالا كي نقول لك خصائص البي ار ار نقول لهم ترانس ممبرانير باسكو جاي جو هكايا مع لا ممبران سكريتي لا سيلول هي اللي تخدمو ياك زعما ماكروفاج هي تخدمو وديرو هكا فوق لا ممبران تاعها سيتوزوليك داكور. دونك جو في تو ريزومي بار هاد لو شيما. راكو تشوفو عندنا لي سيلول ريزيدونت اللي هدرت لكم عليهم. هاد ثلاثه راح يتبتو بالبي ار اخ تاعهم على لي باكتيري ياك ويبعثو ان سينيال دو دونجي عند لي سيلول سيركولونت لي هما لو بولينوكليير نوتروفيل اي لو مونوسيت. ابري واش يصرا لي سيلول دندريتيك راح ي فون ايموبيليزي لو باتوجين يخلوه ما يتحركش. لي هادو هما لي سيلول ريزيدونت بلس لي سيلول سيركولونت لي تم تحذيرهم راح يفرزو دي ميدياتور كيميك دو لانفلاماسيون لي يعطونا اعراض تاع التفاعل الالتهابي لي منهم الاحمرار الانتفاخ هاد العفايس. دونك واش قلنا هاد لي ميدياتور لي يفرزوهم عندك لي سيلول دندريتيك راح تفرز لو سيتوكين و اوسي لي ماكروفاج اي لي ماستوسيت هاد الثلاثه راح يفرزوا لي سيتوكين. دونك تبعوا لي فلاش و لي كولور. عندك لي سيتوكين برو انفلاماتوار هاد لو سيتوكين برو انفلاماتوار واش راح يدير لنا شتو موقع الاصابه راح يخلي شغل الدم شغل يدور مليح في هذيك البلاصه على بيها نحسو يدنا ولات حمراء ونحسو بالسخانه في هذيك البلاصه اوسي. اي الليستامين اللي راح يفرزوه لي ماستوسيت واش راح يدير لنا لا بيرميابيليتي فاسكولير اي او بيان لو غونفلمون العروق تاع الدم يتنفخو من خلال الهيستامين اللي يفرزوه لي ماستوسيت وهاد الشيء جو كي تنفخو العروق باش يخرجوا لنا هذوك لي سيلول باش لي سيلول اللي كانوا في الدم باش يخرجوا راح يعطي انتفاخ على بها نحسو يدنا ثاني تنفخه. لي بروستوغلاندين بروستوغلاندين لا فازو دياليتاسيون راني غلطه هنايا تبعوا هذه فازو دياليتاسيون واش معناتها سي لا جوغ خروج يسمح بالخروج تاع les cellules circulantes vers le plaça limblicia. نكمل لكم هاد لا بارتي برك و لا بروشان فوا نكملو واش بقى ما بقاتش حاجه كبيره دي تروك سامبل نكونو كملنا هاد لو بروميير شابيتر. alors libération des cytokines. لي سيتوكين هنا بريسيزينا قلنا برو انفلاماتوار هي عندنا بزاف انواع تاع لي سيتوكين داكور. عندنا لي سيتوكين برو انفلاماتوار لي هما لو تي ان اف الفا لي شيميوكين لو انترلوكين 1 6 12 اي 18 وعندك لي سيتوكين تاع فازو دياليتاسيون لي هو لو مونوكسيد دازوت اي لي سيتوكين باردون anti-inflammatoire هادو ما anti-inflammatoire وقتاش يستعملوهم شتو كي خلاص التفاعل الالتهابي نسحقو نحبسو هذيك الحراره والدنيا الكوخ تاعنا يفرز لو تي ان اف بيتا اي لو انترلوكين 10 اللي راح يريغليو الحاله ويرجعونا للحاله العاديه يعني يحبسو الانفلاماسيون. دونك هادو ما لازم تحفظوهم اونكا يسقسوكم عليهم. فوالا هذا ما كان. دونك سي تو بور اجوردي لا بروشان فوا نكملو لي زيتاب تاع لا رياكسيون انفلاماتوار اللي هما ساهلين جوغ كيما هضرنا هنايا حنعاودو نكتبوه ونكملو لي زيفيكتور سولوبل اي ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ا لا بروشان اي بروني سوان دو فو.